من يجلس فيه يعتبر سيد نفسه، أعلى سلطة. المجلس الوطني هو أعلى سلطة للشعب الفلسطيني. الحضور يمثلون الجميع، فليكن هناك نقاش، ولن يكون هناك، لن تكون هناك عملية إملاءات أو عملية فرض على قرار أو على جهة بعينها. سيد أبو وائل، ألم يدعى عقد المجلس الوطني من أجل مواجهة صفقة القرن كما يريد ترامب؟ أليس هذا الوقت الأكثر ضرورة لأن يكون الكل الفلسطيني مصطفا في مواجهة هذا القرار؟ بلى، وهذا ما نقول، وهذا ما تستحقه المرحلة، وهذا هو الاستحقاق، وهذا هو وقت الاستحقاق. إذا لم نلتقي نحن كفلسطينيين في هذا الوقت وأمام هذه المعضلة وأمام هذه المؤامرة الكبيرة، متى سنلتقي؟ عندما تمرر المؤامرة، عندما نجد أنفسنا ضائعين بين العالم، عندما لا تبقى لنا هوية ولا تبقى لنا قيادة ولا يبقى لنا وطن ولا تبقى لنا برنامج، متى؟ كيف سنجد بعضنا ساعتها؟ اليوم نحن نستطيع أن نلتئم وأن نلتقي عبر وسائل عديدة، ولم تعد الوسائل مشكلة بالنسبة لنا، والاتصالات سهلة. المهم توفر النية سيدي. المهم أن تكون لنا إرادة حضور تنبع من إرادتنا نحن، ولا تملى علينا إملاء. إذا كنا كذلك سنواجه العالم كله. طيب أستاذ عاطف، مرة أخرى حول السؤال الأخير لأحد المشاركين عن الدعوة المتكررة لعقد جلسات كل مؤسسات الدولة الفلسطينية. هناك من يخرج ليتحدث عن توقيت وعن مكان وعن كل ما يعيق عقد هذه الجلسات، لماذا؟ يعني أولا بدي أذكر المشاهدين الكرام بنتائج اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في يناير 2018. كل الفصائل الوطنية وكل الشعب الفلسطيني بما فيها الجهاد وحماس خملت القرارات، بل وطالبوا بتنفيذ هذه القرارات، بل وشكك البعض في عدم القدرة على تطبيق هذه القرارات. البند الأول في قرارات المجلس المركزي كان تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني. البند الثاني كان السرعة في إنهاء الانقسام وبسط السلطة الوطنية وسيادتها على الضفة الغربية وقطاع غزة كامل مسؤولياتها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تسلم كامل حريتها. هذا دليل انه كان في اتفاق كامل على نتائج المجلس الوطني. الان السلطة بدأت في تطبيق قرارات المجلس الوطني، واولها تحديد انعقاد المجلس الوطني. من هنا نقول انعقاد المجلس الوطني هو استحقاق وطني واستحقاق سياسي واستحقاق قانوني، وكما اؤكد تجديد شرعية منظمة التحرير. وقلنا الأسباب، هناك عدة قضايا، وهذه المؤسسة علينا رعايتها واستنهاضها من جديد حتى نستطيع أن نواجه الآخرين. طيب من يضمن إنهاء الانقسام غدا؟ سنعقد مجلس وطني جديد بالشروط الذي يريدها الجميع غدا. من يضمن إنهاء الانقسام حتى نوقف عقد المجلس الوطني؟ لقد أوقفنا عدة مجالس وعدة ولم يحضروا. هاتوا او يعني بلغوا لنا كيف نستطيع ان نضمن انهاء الانقسام البغي. اين ستجد مكان افضل من الارض الفلسطينيه حتى تعقد فوقه المجلس الوطني؟ سيد ابو وائل، الارض الفلسطينيه، اساسات الدوله الفلسطينيه هنا، والدعوه لعقد المجلس الوطني فوق الارض الفلسطينيه. جربنا دكتاتوريه الجغرافيا. وجربنا الجغرافيا السياسية، وجربنا التآمر علينا ونحن نعقد جلساتنا على أرض غير أرضنا. وكانت هناك دول متحاربة وأحزاب متصارعة، وعندما عقدنا دورة المجلس الوطني اقتربت بقدرة قادر هذه الأحزاب لتنقض على التمثيل الفلسطيني. وهذا حدث في دورة المجلس الوطني عام 79 في الصيف في آب في دمشق،
جاء قطبان بعث العرب الاشتراكي اللذان لم يلتقيا قط. جاء طارق عزيز وعبد الحليم خداب وشكل غرفة عمليات والمجلس الوطني منعقد ليوعزوا إلى الكثيرين من المشاركين في المجلس الوطني أن يقوموا بعملية قسمة حتى تنتهي عملية تمثيل المنظمة للفلسطينيين وأن تكون هناك منظمة أخرى. وهب المجلس الوطني كله لحظتها، لا للمؤامرة، لا للتقسيم، لا للتفريط، لا 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 لا، نعم لمنظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا. فغادر كلاهما. أنت الآن تستثني هذه الأطراف وتقيمها فوق الدولة، فوق أرض الدولة الفلسطينية. نعم، هنا مكانها. نعم. على الأرض الفلسطينية التي دفعنا ثمن الأرض، دفعنا دما دما فلسطينيا حرا، وما زلنا ندفع. إلى أين سنذهب؟ ماذا سيقول عنا العالم؟ أي دولة ستستقبلنا؟ أي عاصمة سترحب بنا؟ الكل سيقول لماذا جئتم إلينا؟ إذا لم يكن لكم خير في بلدكم فلماذا تأتون إلينا؟ إذا مخجل الحديث، أي جهاز مخابرات لا ينتظر مثل هذه اللحظات؟ مخجل الحديث في أي مكان غير الأرض الفلسطينية. هذا عيب، هذا عيب. نعود للجمهور مرة أخرى ونأخذ بعض المشاركات من جديد. منظمة التحرير اللي فرضت شخصيتها على العالم كله وأصبحت هي الممثل الوحيد والشرعي، وأصبح العالم كله بيعترف بمنظمة التحرير، ألا يجدر الآن في هذا الوقت الحساس الذي نمر به أن تفرض شخصيتها على التنظيمات الخارجة على التنظيمات خارج منظمة التحرير وداخل منظمة التحرير؟ ألا يجدر أن تفرض شخصيتها وأن تتخذ قرارات حاسمة في هذا الوقت؟ تفضل. ما دام في ظل أن المجلس الوطني هو واجب وطني على جميع الفصائل الوطنية الفلسطينية، ولا يوجد هناك سبب مقنع لعدم انعقاد المجلس الوطني، باعتقادك هل يوجد سبب مقنع عند حركة حماس والجهاد الإسلامي غير الأسئلة أو خلاف الأسئلة التي طرحها الأخ، أم هو هروب من المصلحة الوطنية والمسؤولية الوطنية؟ سيد أبو وائل، الأسئلة إلى حد ما حول القرارات للمجلس الوطني. لماذا يعقد المجلس الوطني؟ أليس الوقت مناسبا لأن تكون هناك قرارات حاسمة وملزمة للتصدي لصفقة القرن؟ منذ البداية نحن حددنا مسارنا وهدفنا. لماذا نحن ذاهبون إلى المجلس الوطني؟ وحددنا معسكر الخصوم، معسكر الأعداء، وهدف معسكر الأعداء وكيف نواجه ذلك. وقلنا إن المواجهة الوحيدة هي أن نذهب إلى المجلس الوطني ليسمعنا العالم وليرانا، ليسمع صوتنا ليرانا، ونحن على أتم الجاهزية رافضين لكل ما يحاك، وليسمعنا من جديد على أننا نعي تفاصيل المؤامرة. لماذا نحن ذاهبون إلى المجلس الوطني؟ حتى نفضحهم، حتى نعلن عن تفاصيل ما يسمى بصفقة العصر. لماذا تأخر تنفيذها؟ لماذا تأخر الحديث عنها؟ لماذا هفت الحديث عنها؟ أليس نتيجة موقفنا كفلسطينيين؟ نعم. والذين يريدون أن يعرفوه أصبحوا يعرفونه. نعم. وإذا لم يعرفوه سيعرفونه لاحقا، وهذا شيء لم يعد سرا على الإطلاق. ليس لدينا نحن شيء نخبئه، نحن سنفضح وفضحنا. موقف السيد الرئيس في المحافل الدولية كافة، هل مر على الساحات كافة شخص يقول للرئيس الأمريكي أنت لم تعد طرفا نزيها؟
أنت لم تعد مؤمنا، أنت لم تعد ناصحا، أنت المتآمر. من قالها؟ الذي يقولها يكون مسنودا ويكون محصنا ويكون قويا ويكون مؤمنا بعدالة قضيته وبشعبه كذلك. من هنا حتى السؤال الثاني حول القرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل المجلس الوطني كقرارات عقابية. لا، لم نعتد نحن هذه الصيغة أبدا. في مجلس عمان عام 1984 كان أحمد جبرين مشاركا في 73 في 83 في قصف مواقعنا والهجوم على مقراتنا ومشاركا للمنشقين. وفي المجلس الوطني لم يؤخذ قرار بفصله، وبقيت القيادة العامة عضوا في المجلس الوطني وفي المجلس المركزي، لأن المصلحة الأولى كانت لفلسطين ولشعب فلسطين وللحق الفلسطيني، لم يكن هناك قرارات من هذا القبيل، وستبقى قضية كذلك. طيب، نحن لسنا إقصائيين، نحن لدينا من الحلم ما يكفي لنعالج به قضايانا. نترك مساحة لمن يريد أن يتحدث فليقل ما يروق له، وسيلحق بنا في نهاية المطاف. في جلسة المجلس الوطني التي أعلن فيها عن القيام بالدولة الفلسطينية جاء قائد فلسطيني كبير. قال يا أبا عمار، رغم أنني لست مقتنعا إلا أنني أقول لكم اذهبوا، إذا نجحتم فسنلحق بكم، وإذا لم تنجحوا سنعود للحوار مع بعض. نجحنا ولحق بنا. فأهلا وسهلا بمن سيلحق بنا. أستاذ عاطف، أيضا سؤال عن القرارات للمجلس الوطني، ومن لم يلتحق بهذا الركب، هل هو هروب من استحقاقات المرحلة؟ هل هو انتظار لما سيكون بعد هذه القرارات ثم يحسم أمره؟ يعني كما تحدث أخي الكبير، لا يوجد قرارات بخلفية عقاب. هذه قرارات استراتيجية وطنية، كل الفصائل الوطنية، وهذه قرارات تصدر عن الشعب الفلسطيني. بالمناسبة، هو المشارك سأل عن عقاب باتجاه من لم يشارك، بمعنى الضغط عليه ليأتي إلى المشاركة. هل هناك ضغط على أحد من الفصائل سيكون موجود وقائم من أجل أن يشارك في هذه الجلسة؟ كما سبق وقلت، في الدفاع عن شرعية منظمة التحرير لن يتأخر أحد. ناهيك اتركك من ماذا يجري الآن بالإعلام، الآن الضغط يجري، ولكن للدفاع عن شرعية منظمة التحرير لا أعتقد أن أي فصيل يمكن أن يخاطر ويتغيب. وقلنا أنه أولى المعارك التي نخوضها هو تجديد شرعية منظمة التحرير، هذه معركة، بالإضافة لبرنامج الدورة، وهذه دورة عادية لها برنامج ثابت. زي ما قلنا، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، اعتماد التقارير المالية نمرة 3، عليهم إعادة انتخاب دوائر منظمة التحرير 14، كل الدوائر هذه سعيد ترتيبها. كما علينا بند مهم، مراجعة السياسات السابقة ووضع سياسات تتناسب وعلاج المرحلة الراهنة والتحديات. وإحدى هذه التحديات إسقاط ورقة التوت عن كل من طعن بالقضية الفلسطينية، ومن ينتظر وتلقف صفقة القرن الآن ويحاور على مناورة الزمن والوقت سيتم كشفه أمام شعبنا. لهذه الأسباب كلها، أهمية انعقاد المجلس الوطني الآن، لأننا كلنا موحدين في رفض صفقة القرن. سيد أبو وائل، حول صفقة القرن، اسمح لي، ترامب أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مرورا بالحفاظ الأمريكي على استمرار واقع الانقسام، وليس انتهاء بالعمل على تذويب القضية الفلسطينية وإنهائها. لكن يتباكى مؤخرا في البيت الأبيض ويعقد مؤتمرا للتخفيف عن معاناة غزة، وظهر بهذا الشكل الحزين على واقع الحياة في قطاع غزة. أين يمكن تصنيف هذه المفارقة العجيبة؟ صدقني، أنا أشفق على هذا الرجل،
يعتقد أننا من البلاهة من حيث يتوقع أننا سنظرف الدموع ونلحق به ونؤيده ونبارك له وننسى تاريخه وننسى أفعاله وننسى قراراته. نقول له خسئت أنت وقراراتك ومالك وتصريحاتك وكل ما يتعلق بك، لا للبيت الأبيض ولا لترامب ولا للكونغرس ولا لأي جهة مهما على شأنها. لن يمر، القدس باقية وأهلها متجذرون وهي عاصمة للدولة الفلسطينية كما قال السيد الرئيس، ولا يمكن لأي جهة. وبدأ التراجع، عليكم أن تتابعوا في وسائل الإعلام، بدأ التراجع ممن أعطوا إشارات خضراء للرئيس الأمريكي. هو الرئيس الأمريكي كان ما يعرف عن القدس شيء، أنا بتحداه إذا بيعرف كانت وين، هذا تبع تجارة تبع مال وتبع شيء، شو بعرف بالقصص. لقن وقيل له قل كذا وقال، تورط الرجل، ماذا سيفعل الآن؟ لنذهب إلى البيت الأبيض لعلنا ننسي الفلسطينيين بعض المواقف التي انفجرت في وجوهنا. لم ينسى الفلسطيني ولن ينسى الفلسطيني، لن ينسوا. وبالتالي التراجع قائم والنصر سيكون للفلسطينيين الذين ينظر لهم أنهم الحلقة الضعيفة بل هي حلقة الأقوى. هذا ما يفسر ما جاء على لسان نائب رئيس حركة فتح السيد محمود العلول في أحد اللقاءات التلفزيونية عندما أكد بأن المجلس الوطني منعقد لا محالة، وقال أن هناك بوادر لتراجع الولايات المتحدة عن موقفها تجاه الشعب الفلسطيني. الطفل الفلسطيني يفهم في السياسة أكثر من أكبر رئيس أمريكي وأنا أتحدى. فليحضر ترامب أمام أي طفل فلسطيني وليجروا مقابلة بين الطفل الفلسطيني وبين القائد الأمريكي ليرى العالم من الذي يتغلب على الآخر. الفلسطينيون عظامهم قاسية، مراسهم صعب، لديهم من الصلابة ولديهم من التجربة ولديهم من الوضوح ولديهم من القدرات ما يؤهلهم. في عام 55 كان الفلسطينيون مشتتين في الخيام، النكبة كانت عام 48 والمؤامرة بدأت في 51 وفي 55 أريد تطبيقها وهي الوطن البديل. يومها حرقت الدنيا كلها على أيدي مجموعة لا تقل عن 5 مناضلين على رأسهم المرحوم معين بسيسو، وذهبت وفشلت المؤامرة التي كانت على رأسها أمريكا، والعرب في حالة ضعف كما اليوم وعلى أسوأ، والصهيونية والعالمية كانت في أوج قدراتها وقوتها، ونحن كنا الحلقة الأضعف ولم يمروا. على العالم أن يفهم، ما دام هناك فلسطيني لن تكون هناك مؤامرة على الفلسطيني. هو كابوس سيظل يؤرق حلم كل من يحاول أن يشطب هذا الفلسطيني عن وجه الأرض، سيبقى صامدا واقفا متجذرا كابوسا في وجه كل محتل. واسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكركم عطوفة المحافظ إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، الأستاذ عاطف السويركي عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الجمهور المشارك معنا في هذه الحلقة، شكرا لكم على هذه الأسئلة التي أثريتم بها الحوار، شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى ألقاكم تحية وإلى اللقاء.